وللحديث أكثر عن نتائج السهرة الأوروبية معنا من الأردن عبر خدمة سكايب الناقد والمحلل الرياضي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. أهلا بك خديجة، تحياتي لك ولكل أسرة برنامج الجزائر الدولي وكل متابعيكم الأفاضل. أهلا بك من جديد. الموعد إذن معتصم كان أمس مع عودة دوري الأبطال في نسخة جديدة وبنظام جديد، والأندية الكبرى يعني حققت انطلاقة قوية على غرار بايرن ميونخ وليفربول، في المقابل فوز صعب لحامل اللقب ريال مدريد على شتوتغارت. كيف تابعت هذه اللقاءات معتصم؟ بكل تأكيد كان هناك شيء من التشويش وشيء من الإثارة. لم نبدأ هكذا أجواء تغيير نظام البطولة لربما يخلق شيء مختلف من الإثارة، ولكن في ذات الوقت أيضا لابد من الحديث بأن مستويات الفرق الكبيرة دوما تقدم ذات نفسها بذات المضمون وذات الجودة، لأنها تلعب بمعايير أعلى من باقي الفرق التي تأتي لأول مرة على هذه البطولة. ضغوط عالية مسلط على اللاعبين، بالتالي حجم الخبرات، حجم التطلعات، حجم الجهوزية، نوعية التركيبات البشرية التي يمتلكونها في فرقها تكون لها دور كبير ومؤثر. كما تفضلت، نعم، انتصار عريض للبايرن وآخر ريال مدريد وآخر مقنع للريدز، وأيضا انطلاقة قوية بالنسبة للسيد العجوز، ولكن تعلم جيدا هذه الفرق كبيرة، معتادين على الانتصار، على تقديم مستويات كبيرة، ولكن ما نحن غير معتادين عليه أن يسقط فريق بحجم الميلان في سان سيرو. هذا الشيء لربما لم يكن في الحسبان، ولكن كل فريق لديه ماذا جهز لهذه البطولة، لهذه النسخة الاستثنائية من جديد، والآن يدفع الثمن. والشاهدين الآن أصبحت المباريات مقسمة على 3 ليالي، الثلاثاء والأربعاء والخميس، بنظام جدول وجمع نقاط والنظام نوعا ما اكثر تعقيد، ولكن سواء اعجبنا ام لا، هذا هو النظام الجديد لنسخه دوري الابطال انطلاقا من نسخه 25. نعم، سنعود للحديث معتصم عن هذا النظام، لكن قبل ذلك يجب ان نتوقف عند مردود او مستوى حامل اللقب ريال مدريد الذي لا يقنع، دعنا نقول، كثيرا مع بدايه الموسم الحالي سواء في الليغا او حتى من خلال الفوز الصعب في دوري الابطال. في نظرك ما هي السلبيات التي يجب ان يعالجها او يصححها النادي الملكي في المرحله القادمه؟ هذه هي المشكلة خديجة، لن يقنع في وفي نهاية تشاهدون على منصات التتويج. هذا هو ريال مدريد، يبدأ بداية الموسم بشكل بطيء للغاية، تظل لديه الكثير من الإشكالات تتعلق بتمركز اللاعبين، بسرعة الانسجام والانخراط ما بين الأسماء القديمة والأسماء الوافدة، والآن في فترة إحلال وتبديل، وخاصة ما بعد خروج توني كروس وأصبح لوكا مودريتش جليس نوعا ما في الدكة، وهناك أيضا اسمين جديدين يحاولون فرض نفسهما في الفريق، والأهم بكل تأكيد كيليان مبابي، وطريقة تمركز الفريق ما بين 4-3-3 إلى 4-4-2، والعديد من الأفكار والعديد من المتغيرات. بالتالي ريال مدريد هذه تقليعته، ولكن الأهم بأن العقل المدرب كارلو أنشيلوتي هو الموجود. نعم، جدا بأن هناك إشكالية ظهرت بشكل جلي في لقاء الأمس أمام شتوتغارت، خط الدفاع لم يكن متوازن، لم يكن صلب، كانت هناك الكثير من الفراغات، ولكن على اقل تقدير بالنسبه لروديغر الذي لربما كانت لديه بعض الهفوات، ولكن هو ايضا قام بتصحيح اخطائه ونجح في تسجيل هدف ثاني لريال مدريد في هذه المواجهه ليسهل الماموريه على المنينج. ولكن بالمجمل العام كارلو انشيلوتي مسيري النادي والجماهير يعلمون جيدا بان الفريق بحاجه لعده اسابيع اخرى من العمل، ليس بدنيا بل تكتيكيا وفنيا، للوصول الى افضل حله وجهوزيه وظهور لنشاهد ريال مدريد بطل الموسم الماضي. نعم، طيب معتصم، نعود للنظام الجديد لدوري الأبطال في النسخة الحالية والجدل الذي صاحب هذا النظام الجديد. هل يمكن يعني من منظورك معتصم اعتبار هذا النظام الجديد نقمة على الأندية واللاعبين من خلال كثافة المباريات التي قد تؤدي إلى كثرة الإصابات، أم أن هذا النظام يعني سيبث أو سيجعل سيثبت أخو نجاحه من خلال المتعة والإثارة التي سيقدمها من خلال المباريات؟ سؤال مهم للغايه خديجه، ولكن انا بالنسبه لي ارائنا الشخصيه لن تقدم او تؤخر شيء، ولكن انا عن نفسي اتحدث، لم يعجبني النظام الجديد، نظام جمع النقاط لا ارى فيه شيء الكثير من الاثاره او شيء الكثير من التشويق، هو فقط من باب التغيير وزياده عدد المباريات. بالمجمل العام كان عدد المباريات هو تقريبا 120 لقاء، الان اصبح العدد اكثر من 183 لقاء، تمت اضافه 4 فرق جديده ليصبح عدد الفرق من 32 الى 36. النظام السابق هو نظام كلاسيكي معتدين عليه منذ نسخه 93 وحتى اللحظه، بالتالي اصبح لديه الشعبيه، اصبح لديه حضور فرق، طريقه او نسخه المجموعات الثمانيه لربما لديها شعبيه طاغيه، لديها حضور، خلقت لربما اسطوريه وجمهوريه هذه البطوله العريقه. ولكن الان التغيير هو لزياده عدد المباريات وزياده المداخيل الماديه للويفا وزيادة الحصص المالية للأندية كما يدعون، ولكن بالمجمل العام سيصبح الوضع صعب على اللاعبين، لأن الآن في المعدل الطبيعي كل اللاعبين بالمجمل العام في المستوى العالي
يلعبون في اللقاء ما بين 55 إلى 70 لقاء، الآن سيصبح العدد أكثر ارتفاع، وهذا بدأ يظهر جليا على مستويات اللاعبين وعلى تكرار الإصابات والبدء بها بشكل مبكر. الموسم لا يزال في بدايته، وشاهدنا اثنين من أكبر اللاعبين في الريال والبارسا يصابون، داني أولمو وبراهيم دياز، وكما يقال لا زلنا في البدايات. وحتى شاهدنا على صعيد الدوري الانجليزي الممتاز بان هناك ضغط عالي على اللاعبين منذ البدايه، لان الجدول اصلا مضغوط والالتزامات الدوليه التابعه لايام الفيفا مع المنتخبات الوطنيه ايضا تزيد من الضغوط على اللاعبين. بالتالي موضوع زياده اصابات اللاعبين شيء حتمي في ضوء الرزنامه التي اعتقد بانها راس ماليه ربحيه تديرها الويفا والفيفا، يريدون زياده البطولات لزياده التشويق والاثاره، زياده حقوق الرعايه، زياده عدد المباريات، وفي ذات الوقت يهملون الجانب الأهم وهو الجانب الإنساني، بأن اللاعبين ليسوا آلات، ليسوا قادرين على اللعب بمعدل مباريات عالي، والإصابات ستتراكم وسيصبح هناك لدينا أشياء مختلفة لم نعتد عنها في السابق. بالتالي لابد من وقفة، ليس فقط موضوع تنديد وتصريحات، وشاهدنا آخر من تحدث وهو إلسون بيك حارس ليفربول، لابد من النظر ماليا وبشكل واضح وهام للغاية كيفية التعامل مع برمجة البطولات وزيادتها، مع أيضا مع حقوق اللاعبين تجاه التزاماتهم الشخصية على أقل تقدير العائلية والاجتماعية. نعم، الناقد والمحلل الرياضي الأردني المتميز معتصم يونس، كنت معنا عبر خدمة سكايب. شكرا جزيلا على كل ما قدمته. شكرا جزيلا معتصم. شكرا لك.